راضي عن جودة الأربع خمس برامج دول ولا شايف إن كان في أحسن؟ كويسين ولكن لا يستدعوا المشاهد، تقليديين. أسأل السؤال بصيغة تانية. مش قربات. أسأل السؤال بصيغة تانية مهندس أسامة، حضرتك كنت متولي رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون في فترة من أزهى عصور، يعني من أزهى فترات اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأزهى فترات التألق يعني لماسبيرو. هو السؤال كده، اللي بيحصل دلوقتي زي ما حضرتك قلت كده هو استدعاء للي فات، يعني أو تقليد للنجاحات السابقة. طب كان ولاد ماسبيرو بيطوروا ماسبيرو. بس أنا نفسي أسأل بطريقة تانية بعد إذنك يا مهندس أسامة، هو هل اللي كان صالح في هذا الزمان لم يعد صالحا الآن؟ أكيد الخطة بكل تفاصيلها أكيد. طب إيه اللي ينفع دلوقتي؟ ما حضرتك لازم تدينا بقى إيه يعني خلطة جديدة. ابدأي ببحوث المشاهدين، ابدأي شوف الناس عايزة إيه،